بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله كسوج مع الكلم على በአላህ አምነናል የሚል ወበልየውም አልአኺር በመጨረሻም ቀን አምነናል የሚሉ አሉ በአንደበታቸው ወማሁም ቢሙእሚኒን ነገር ግን እነሱ አማኞች አይደሉም يخادعون الله والذين آمنوا አላህንና እነዛን ያመኑትን ሰዎች ያታልላሉ እንደነሱ እሳቤ وما يخدعون الا انفسهم اونتو گن نفسوچاچون انجي ماننم اياتاللو في قلوبهم مرض بلبوناوچاچو بشتا አለባቸው ينفقና በሽታ فزادهم الله مرضا اللهم بشتان ጨመረባቸው ولهم عذاب اليم للنسو اسامامي قطات አላቸው بما كانوا يكذبون بمواشتاچو يتنسى يا واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض لنرسم بمدر لا اتابلاشو اتطفو بتباله غزي قالوا انما نحن مصلحون انيا አሳማሪዎች ነን ወይም ሌላው ያበላሸውን አስተካካዮች ነን ይላሉ አላ ንቁ انهم هم المفسدون እነርሱ ብቻ ናቸው አጥፊዎች ولكن لا يشعرون ነገር ግን አያውቁም ይላል واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس ሰዎች እንዳመኑት ማለትም መላ ሙእሚኖች እንዳመኑቱ እመኑ በተባሉ ጊዜ ደግሞ قالوا انؤمن كما امن السفهاء ለመሆኑ እኛ ጅላጅሎች ወይም ቂሎች እንዳመኑት ነው እንደምናምነው ይላሉ الا انهم هم السفهاء ለበበሉ ንቁ እነርሱ ናቸው
جلو نجرجن منينيا إيه تجاجالون دهونا آيوكم وإذا لقوا الذين آمنوا النزاني أمنوا تنسوا وچاقنوا كذي قالوا آمنا نعمكو عندنا أنتو آمننا لله وإذا خلوا إلى شياطينهم ودى سيطانو تشاتشو باقل للو كذي دقمو قالوا إنا معكم إنيا كنان تقانن يالنو لما اسمسلنو نجي مؤمن وچقا يالنو إلى إنما نحن مستهزئون إنيا إيا فيز نباتشو إيا تسالك نباتشو نجي أونا ثامانيو تهنا نايد اللهم الله يستهزئ بهم الله يسالك نباتشو ويمدهم في طغيانهم يعمهون با أمس أتشو سدنا برو ينور زند يا رازم الله تشو الليلة قدم سلم كذب في تندان السهوت سورة البقرة انجلي سووتشن ودى أرات بدن كفلا عندما تناقرنو مؤمنو تشالو مهاجرو تشن أنصارو تش مدينة كهدو بحالا يمجم مريا ياغنو اتشو كافروش يوترو بشركو اتشالو اندقنا دمو كأهل الكتاب يهودو اتشالو كبدر طورنتنا بدل كتتناك كتش بحالا دقمو منافق وش تفترو على عرات تنجو بدن مالن منافق وشن ايان الساتي ينسون دبان ناتنكول ينسون باهرينا سراچون امتغلصو اچ سورة البقرة كزي انقص انتتو وتكتاتاي 13 اناقص قدما ناتچو يهن مناغروت مالن منافق مالت مندنو نفق يميلو قال باربنيا قوانقوا مندنو هي ي وسط لوسط مسمر ويم دغمو good god وينم دغمو مندنو نفق مالت كذا نو يمطاو مندنو كلاي ليلى نغر يمسلال لمثاله زاري انغدي تراراوچ يتبربرو بوسط منغدو يتسرطو ماكيناوچ انتنوچ يالفالو كرقت لمياچو ترارا بتا نو متايو كسر گن ليلى نغر آل منافقوچم وچاچاونا وسطاچو يتلياي سلهونا نفاق ميلو اسم كزي ني تنساو ويم دغمو نافقا كميلو ني متا يلالو نافقا مالت يا الي شفانو دينغاو كلا يالو وستو بتام لا سلاسا انسسا نات الي كلا يغن انكارا دينغاي لبسا نو متهدو منافقوچم كلا يميتايو باهرياچونا كوست يالو يتلياي سلهونا كزا نو يمتاو نو ميلو لمانيوم نفاق مالت بشريعه درجه اظهار الخير واصرار الشر لالو بغون نغر يانصبرقو لسوطرو نغر ياسايو بوستكن تنكولازلو منور منافقنت يبالا بزو عينتوچ አሉት نفاق اعتقادي يامنت نفاق አለ يا ككافروج يباسة يجهنم أزقدست مياس قبو مالتنو إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار نفاق عملي مبال دمو الله يتقبار نفاق مالتان لالله مسرى النقر يسواد ناقوت مقربان قدوم مفلق رياء سمعاء النزي مالتنو إهم كتالا الله كونجلو جترتا قنبار قدم لا يجنيال قال ابن جريج المنافق يخالف قوله فعله وسره علانيته ومدخله مخرجه ومشهده مغيبة منافق نغغرو الناس راو يكاتشال وسطنا وجو إلا أيال موجعنا مقبياو إلا أيال سيوطا عند ملك الله سيقبال إلا ملك الله مالان كسو قاسي هوننا كسو سليم يتعيي بحري الله مالان يا منافق وجن بحري من ناقروت رافوش باتتك علي مدينة نوردوت مكنياتو مدينة علي نو ይሄ ሁሉ ክፍፍል የተፈጠረው እንጂ ቀደም ሲል እንደገለጽኩት መካ ላይ ሙእሚንና ካፊር ብቻ ነበር ያለው
እነዚህን አንቀጾች እንግዲህ ወደ ማብራራቱ ስንመለስ ደግሞ ሙናፊቆች ብሎ ስማቸውን አይጠራም እዚህ ቦታ ላይ ግን ባህሪያቸውን ይናገራል ታውቀዋል እነኛ ሰዎች ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر قالوا كسوج مهكل بملاساتشو با الله آمننا ليلالو بمجرشهم كان آمننا لنيا عندما نيوم مؤمن بدين الإسلام يأمننا لدين الإسلام تقتنا من سرانا بلو راساتشو بمؤمن النت يستواوك قالوا مالنا نقر قنت جباتشو يميوكو الله وما هم بمؤمنين አማኞች አይደሉም ነው ያውቃቸዋለሁ አይ يقولون ذلك قولا ليس وراءه شيء በምላሳቸው ይናገሩታል ከምላስ ባሻገር ግን ከጀርባው ምንም ነገር የለ ውስጣቸው ባዶ ነው كما قال تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا انك نشهد انك لرسول الله منافقان ወደ አንተ መጥተው የመጡ ጊዜ እኛ አንተ የአላህ መልእክተኛ መሆንህን እንመሰክራለን ይላሉ والله يعلم انك لرسوله برغت الله መልእክተኛ መሆንህን ያውቃል እነሱ መሰከሩ ማልመሰከሩ ግን والله يشهد ان المنافقين لكاذبون الله منافقان ዋሾች ቀጣፊዎች መሆናቸውንም ያውቃል ያንተ ነብይነት እንደሚያውቀው ሁሉ የነሱንም ውሸታምነት ያውቃል ነው የሚለው انما يقولون ذلك اذا جاءوك فقط كما تذكر يا اذا جاءك المنافقون يا لو يهنهم راسه يا الله ملكتنيا نه يميلون راسه يمناغروت انت غاس يمطون وي دمو مؤمنوت كاس يغنانو زيتم سوره لا ودا فك بلو من الهلال واذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا له مؤمنوت غار بتغنانو غزي بيتشا نو امننا له ميلوت لبيتشاچو ياغللو غزي غن رسمرساچو وسط لوسط يمتواوقوت አምነው አልብለው ነው እንደሚታለሉት እኛ መጫመን ይያሉ በግልጽ ከህደታቸውን ያንጸባርቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሙእሚኖች ጋር ሲደርሱ አንድ ምላስ አላቸው ወደ ሲሄዱ ደግሞ ሌላ የሚሉት ነገር አላቸው ወይም ባንድ ራስ ሁለት ምላስ ማለት ይሄ ነው። يخادعون الله والذين آمنوا الله انا ملكتهم አማኞችን ያታልላሉ እንደነሱ ሐሳብ በምላሳችን አምናናል ካን ሙእሚኖች ያምኑናል ስለዚህ ውስጣችንን ማን ያውቀዋል አላህ ቢሆን اعوذ بالله من ذلك እዚህ የደረሰ ንፍቅና ነው ያላቸው ማለት ነው يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار ما أظهروه مع إصرار الكفر በገሃድ ያንጸባርቁትን ነገር ሲያንጸባርቁ ውስጣቸው ግን ክህደትን አምቆ ደብቆ ይያለ አታለው ያመለጡ ይመስላቸዋል አለ ዛሬ ቀርቶ የቂያማ ማለትን ጭምር እየማሉ ያታለሉ ለማለፍ ይሞክራሉ قال الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم الله باتكالاي نسون بميكسكسበት እለትም ይምሉለታለሱ والله እኛ እኮ አማኞች ነን ስንሰግዳን ነበር ስንጾማን ነበር ይላሉ ውስጣቸው الله አያውቅ ይመስል ويحسبون انهم على شيء በሆነ ቁም ነገር ላይ ያሉ ይመስላቸዋል الا انهم هم الكاذبون نقول ببلو الناسو راساتشو ناتشو وشتاموچو قال ازيم بوتا وما يخدعون الا انفسهم قال عند الناسو حساب الله ان منانن ياتاللو يمسلاچو انجي بتچباچ گن كراساتشو وچي ماننم الا اتاللو براساتشو نو ايافيزو يالوت مالن وما يغرون بصنيعهم هذا الا انفسهم كما قال الله تبارك وتعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وما يخادعون الا انفسهم تبلوم تقرطوال وسطنا وጫቸው يتጋጨ ሆኖ መቅረቡ ለማታለልና ለማስመሰል የተጠቀሙት ዘዴ መስሏቸው ብልጥ እንደሆነ ያስባሉ መስለው ማደር ነው ብለው ማለም ግን ማንን ያታለሉ እንደሆነ አልገባቸውም ራሳቸውን ነው ያታለሉ ያሉት ይላል في قلوبهم مرض لذي سامنا انساساتቸው ለምን በትክክል አላመኑ በሽታ ቀልባቸው ውስጥ ስላለ ነው አለ ክፉኛ በሽታ ተጠናውቷቸዋል ያ ምንድነው
قال ابن عباس شكون ترطاري سلالباتشو نو ترطاري نو عندن سو تنكار اقوام انداي نورو ميارغو فزادهم الله مرضا اللهم يعننو يمرطوتن يترطاري بشتا چماري يساتاتشوال لمن عند انكز بورده قطر نسو يتراطرالو ليلانيوم سيمتا اندزا شك بشك لا يدربو يهدالو مال وقال طاووس في قلوبهم مرض يعني الرياء ጉራና መታየት ስለሚፈልጉ ነው ሰዎች እንደ አማኞች ተብለው መወደስ ይፈልጋሉ በተጨባጭ ደግሞ አማኝ መሆን አይፈልጉም ማለት ነው وقال ابن عباس في قلوبهم مرض قال نفاق نفاق الناس ላለባቸው ነው وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم هذا مرض في الدين وليس مرضا في الاجساد وهم المنافقون يدين በሽታ ነው ይሄ በሽታ ምናልባትም በሽተኛው በሽታ ላይ እንዳለ እንኳን የማያውቅበት ያካል በሽታ ቢሆን መድኃኒት ወይ ማኪም ይፈልግለታል አንድ ሰው እስልምና ላይ ሸክ አድሮባቸዋል በተለይ ደግሞ በተደጋጋሚ ቁርአኑ ሲወርዱ ሸካቸው እየዳበረ እየጨመረ ነው የሚሄደው كما قال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وقشاشاቸው ላይ ቆሻሻ ጨመረቻቸው ይላል እንግዲህ ኢማን እየዳበረና እየጨመረ እንደሚሄደው ሁሉ ንፋቅና ኩፍርም እንደዚሁ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ያው ኢማን መጨመሩን አስመልክቶ ብዙ ቁርአን አያዎች አሉ ከነዛ መሐከል ወለዚነ ህተደው ዛደሁም ሁደን ወአታሁም ተቅዋሁም ይላል። ንፋቅም እየጨመረና እያደገ እንደሚሄድ ይሄ አያ በግልጽ ያመለክታል ማለት ነው። ፈዛደሁም ላሁ መረዳን አለ። ከዛስ መጨረሻው ምንድነው? ولهم عذاب أليم لنسو أنجب غابي ويم أسامة مكتات ألاتشو بما كانوا يكسبون يسروت بنبرو ويم ياكابتوت بنبرو دباتشونا شراتشو يتنسب بما كانوا يكذبون بما واشتاتشو سبب مالن مدن يواشوت سايعنو أمنا المالات وشتن በዚህ ውሸታቸው ሰበብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሳማሚ ቅጣትን አዘጋጅቶላቸዋል ማለት ነው። ያው እንግዲህ በውስጡ ተንኮል ያዘለ ሰው ተግባሩም ተንኮል ነው ከተንኮል አይወገዱ ጥፋት ያስፋፋሉ በሙእሚኖች መሐከል ፈሳድ እንዲኖር ይፈልጋሉ يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا ካፊሮች እንዳሸንፉ ይመኛሉ ከቻሉም ይረዳሉ ከካፊሮችም ጋራ አንድ ፊት እንዲኖራቸው ይፈልጋሉ ሄደው ሲያበቁ እነሱ ጋር ገጥመው ይመሳጠራሉ እናንተ ጠንክራችሁ ከመጣችሁ ከውስጥ ላለው እኛ ያለንላችሁ አብሽር የነሱን ገበና ደግሞ እናሳያችኋለን ይላል ይሄን ተንኮላቸውን አላህ ስለሚያውቅ ጥፋታችሁን አቁሙ እንዲሏቸው ሙእሚኖች የታዘዙ ከዛም واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض سبحان الله በምድር ላይ ፈሳድ አታስፋፉ ተብሎ ሲነገራቸው قالوا انما نحن مصلحون انيان ان عندهم اصلاح من ارغو ليلو سو يابلاشون ياستكاكل يارم ود تشاله درجه امهدبت النجر يموكرن يالن سوچ انجي انديت اطفي تبلن انكسسالن يلالو عجيب نو والله انما نحن صالحون ايرمكو انيا طرو سوچ ننالو ሌላውም ራሱ ጥሩ የሚሆነው በእኛ በረከት ነው አይነት ነገር ነው ይያሉ ያሉ። انما نحن مصلحون مؤمنون اعطوا لانفسهم درجه الاصلاح لراساتهم يمصلحنتن معرج ነው ያዙት የሰጡት በጎን ደግሞ ከካፊሮች ጋር ነው ያሉት قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا الا على الله اواج نقو اوقو اتتاللوا بملاساتهم متافت انهم هم المفسدون نسو راساتهم ناتشو اطفيوچو ايه اون ليلى مفسدين يله انده معناته نو نغرون بتاع مبالغه ادرغو سيجلصو معناته كنسو يباسه اگر اطفي ما نالنا نو انيا مصلحوچن بنبلو راساتهم يميجلصو تيلا የሚገርም ነገር እዚ ላይ ከሰልማን አልፋሪሲ የተዘገበ አንድ አثر አለ ምን ይላሉ ንፋቃቸውን
ሲታወቅባቸው ምን አጠፋ ልክ ነን እያበጀን ነው ያለ ነው እያሳመን ነው የሚሉት አሁን ያሉት ሙናፊቆች አይደሉም ወደፊት አኺረ ዘማን የሚመጡ ናቸው ቢስም الاصلاح فساد የሚሰሩ ይላሉ ሰልማን رضي الله عنه እንግዲህ ዛሬ ይሄ በደንብ ታይቷል ማለት ይቻላል ምክንያቱም በግልጽ በአደባባይ ከእስላም ጋራ የሚቃረን ነገር እየሰሩ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም እስላም ያወግዘዋል ተብሎ ሲነገራቸው እንደውም ትክክሉ ይሄ ነው ብለው ሲያበቁ ያንን ጥፋታቸውን ከዲን ጋራ ለማስማማት ደፋ ቀና ሲሉ የሚታዩት ዛሬ ነው በጣም በብዛት የሚታዩት عن سلمان الفارسي قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قال سلمان لم يجئ أهل هذه الآية بعد يجي أنكس بالبيتوج اسكاهون على المتومان يادو مدينة نبرد منافقوج لما الدبق نبر من وكروت ذلك النفاق الدبا باي وقتونو بميديا راسون ياستواوك لكنين بلو أمي مالا وروى ابن جرير عن سلمان قال ما جاء هؤلاء بعد قال ابن جرير رحمه الله يحتمل أن سلمان رضي الله عنه أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي هي أبابا لا تشو ودفت ممتو منافق وجعهم قالوا تفاتها تشو يكفانو ما لتاسبونو لا أنه على أنه لم يمض ممن تلك صفته أحد يهن بحرية الأبسة الراشم يلم ألتفت صمم سكاون درس مالت هذا لم يفلقوت يباس دمو الفتر المالت لم يفلقوت قال ابن جرير فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم بمسروت وانجل الناب بمسروت فساد قداتاتو راساتو لا يميكو أمسايهم مدرنم يميابلاشفون أتو وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم له ولا ما انكس اللهم فرا تمل السبال بطفاته لا كرات يزوال انديد ني تمل السبال الله ما انه دمون تمل السبال يتوم لين من انتم من دناچو ان انت بلو عفون ملتو يكراكرال ما انه منافق كتچالو كتمچا هنا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أهون يلا تهبتن يما تالل إنا يما اسمسل أمنت سايهون أونتن يا أمنت ليلوج مؤمن وجن دامنو تادرقاتو أمن كإيمان الناس من الصحابة بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار مع الله وملائكة وجو ومصاحف توجو وملكتن يوجو በሞቱ መነሳትና በጀነትና በጀሃነም አላህ በተናገረውና ነብዩ አደረሱት ነገር ሁሉ እመኑ ለአላህና ለመግለጽኛውም ታዘዙ የከለከሉትን ተከልከሉ ተብሎ ሲነገራቸው የሚሸጡት መልስ ምንድነው እኛ እንደ ሞኞቹ ነው የምናምነው እንደ ጅላጅሎቹ ይላሉ ምን ለማለት ነው ሁለት ሁልጊዜ ሙናፊቅ አሻሚ ቃል መጠቀም ይወዳል ጠበቅ ያለ ነገር ሲመጣ እንዲህ ማለት ሳይሆን እንዲህ ነው የፈለኩት ብሎ ለማምለጥ ማለት ነው ማለት የኛ እምነትማ በጣም እኮ ጥልቅ ነው በደንብ ነው ያመነው አሉ እንጂ ሞኞች እንደው በደንብ እስልምና ሳይገባቸው ብለው ነው የሚሉ እኛ እንደዛ አይደለም ያመነው ደው ትክክለኛውን ያመነው እኛ ነን ያሉ ነው ያስመሰሉት ነገር ግን ያሰቡት ደግሞ ምንድነው እኛ በዘመኑ ከነፈሰ ንፋስ ጋር ላለመጋጨት ተመሳስለን እንኖራለን እንጂ እንደዚህ እንደና አቡበክር እንደና ዑመር እንደሞኞቹ ጥልቅ ብለን እንድናምንለት ይጠብቃል እንዴ እኛ ሞኝ ነን እንደምናምነው ይላሉ ማለት ነው أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء كنزي كمونيوچو قال لنهون إنيا أنبلت أتشوالن ስለዚህ የብልጠት አካሄድ ነው ምን ሄደው ይላሉ ሱብሃንአላህ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ታዳ ምን ማለት እንደፈለጉ ስለሚያውቅ አላ እነሁም ሁሙ ሱፋሃ ይልቁንስ አዋጅ ስሙ እነሱ ራሳቸው ናቸው ጅላጅሎቹ አለ
ለዘላቂ ህይወታቸው ለአኺራ የሚጠቅማቸውን ኢማንና አመልን ሳሊህ በማከናወን ፋንታ ውስጣቸውና ውጫቸው እየተጋጨ አስመስሎ መኖር ይሄ ነው ሞኝነት እንጂ በፈጠረው ጌታ አምኖ ለሱ ታማኝ ሆኖ እሱን እያመለኩ መኖር ብልጠት ነው። مؤمن اصلا جلاجل ايهون مدينو لاي المؤمن كيس فطن يبالال تقول لي بليه نكونو ان سناچو يلقون السفيهوچو على الله سبحانه وتعالى سفيه مالت مندنو سفيه مالت سيء التدبير ميبجهون نجر كما يبجهو نجر ليتو يما ياوق زنبلو يمندا كبت يونه مالن انا ايهي ينسو باهرنجي የሙእሚኖች አይደለም ያቱም እንደ ከብት ነው የሚኖሩት ሀያታቸውን ባጠቃለ واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا አማኞች ጋር በተገናኙ ጊዜ እኛም እንደናንተው አምነናል ይላሉ ለብቻቸው ሲሆኑሳ آمنا አይሉ ሙእሚኖች ጋር የተገናኙ ጊዜ ብቻ እነሱን ለማታለል ድሮም يخادعون الله والذين آمنوا بلوال እነሱ ጋራ ለመመሳሰል ሙእሚኖች ድል ያገኙ እንደሆነ غنيمه ያገኙ እንደሆነ የተመቻቸ ነገር የገጠማቸው እንደሆነ እኛ ሳማኝ አይደለንም ወይ ለምን ትመቀኙናላችሁ سيقول المخلفون من الاعراب سيقول مخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله انا امننا لميلوت لذين مصافاه للمؤمنين ومصانعه لهم ونفاقا وتقيه مثل لما ذر الى لبتاچو راساچو قام يالاچو معنا واذا خلو الى شياطينهم ወደ ሰይጣኖቻቸው ባገለሉ ጊዜ ደግሞ قالوا إنا معكم እኛ ከእናንተ ጋር ነን ይላሉ ከሙእሚኖች ጋር ሲመጡ የሚሉት ነገር አላቸው ሙእሚን ነን ለዲናችን ደክመን አልሐምዱሊላህ ነስር መጣ ምናምን ችግርም ከገጠመ እንግዲህ ያልፋል አብሽሩ ምንም አይደለም ይላሉ መስሎ ለማደር ይሞክራሉ ደግሞ ሸይጣኖች አሏቸው እነማን ናቸው ሸይጣኖቹ ሳደቱሁም ወኩበራኡሁም شوامنتوچاچونا አለቆቻቸውናቸው من احبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين يا يهود ليقاونتوچنا يمشركنا يمنافق اناتوچ واناوچ አሉ نسوناቸው منافقوچن የሚያስተማሩنا ሚመሩአቸው ትላንትናም ዛሬ منافق ሁሌም ከይሁድ ጉያ አጣጣው ከሙሽሪክ ጉያ አጣጣው مؤمنዎችን ብቻ እንደ ጦር በሰላም ላሱ ሲወጋ ከነዛ ጋር ሲሄድ ደግሞ ሌላ ምላስ አለው ስለዚህ واذا خلو الى شياطينهم قالوا انا معكم እኛ ከእናንተ ጋር ነን ይላሉ መቼ ነው ያመኑ እኮ ለመኖር የምናደርገው ነገር ነው እንዴት እናርግ ብላችሁ ነው እናንተ ሲላሉ አብረናቸውን ስንሰግድ ጎንበስ ቀና ስንል አምነን የሰገድን ይመስላቸዋል ግን እኛ ለመስገድ ሳይሆን ለማፌዝ ነው ጎንበስ ቀና የምንለው انما نحن مستهزئون عجيب تسالاقي وجهنا لله الله يستهزئ بهم اللهم يسالق باچو الله شياطين لمن علاچو يهودوچننا مشركوچن بلوم يمنافقان مريوچن شيطان النت تغبار انجي زر አይደለም ዞቻችን እንሳሳታለን ስለዚህ የሰው ሰይጣን አለ የጅን ሸይጣን አለ የሰው ሸይጣን እንዳለና የጅን ሸይጣን እንዳለ ሁሉ ደግሞ የሰው አማኝም አለ የጅን አማኝም አለ قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن እንደዚሁም ለሁሉም ነብዮች የሰው ሸይጣናትና የጅን ሸይጣናትን ጣላት አድርገንላቸዋል يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ከፊሎቻቸው ወደ ከፊሎቹ يتشلالم النغغر لما تالل شكلواتوا الله لما ساطرواتوا وفي مسند احمد عن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا ابا ذر
تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن كجننا كسو شيطان بع الله تطبق آلوت أبو ذر. فقلت يا رسول الله أول الإنس شياطين دمو سو مست سيطانو چالون دي قالوا تعالى قال نعم آوى التوقع من ده مؤمنوچن إنا معكم بالوبت عندبت ومدمو آمنا بالوبت عندبت زور بلو دغمو سيطانو چاچون إنا معكم إنيا كنان تغار نان إلى اللومات إنما نحن مستهزئون إنيا يتسالقنا نو بأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كذا عندها نتوجه التالى وجتعدى من ذاته من مهني كبال الله يستهزئ بهم اللهم يسالك باتشوى اللالة انديت سورة الحديد لاي تفسير مطل انديت الله عندما يسالك باتشوى. قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم منافقان النا منافقات لنزي على أمنتو استتأبكون كأننا تبرهان شبو إن لكو سلوات توال قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا استودوا هالا تملسونا مبرات فلقونجي إن يمكوان أننا كفلهم إلوات توال فضرب بينهم بسور وداونو مهكلاتو قردو يدرقال أطر التاترال باطنه فيه الرحمة وسطو رحمة اللبتنو مؤمنو تيال لبتا كتاجا وظاهره وجو نمو بمنافقو تاكتاجا اللو من قبله العذاب لا إيه مالت من دنو مؤمنو تينا منافقو تي قيامالت أبرو عرصات القيامة لا يقوم اللو كزا الله سبحانه وتعالى بحديث اندمتو لتتبع كل أمة ما كانت تعبد في الدنيا إلا ያንዳንዱ ኡማ በዱንያ የሚያመልከውን ተከትሎ ይሄድ ይላል። ሰይጣን የሚያመልከው ወደ ሰይጣን ጣዖት የሚያመልከው ወደ ጣዖት ሁሉም መሪውን ተከትሎ የመነዑ ኩለ ኡናስን በኢማሚሂም እንዳለው መሪዎቻቸው ጋራ ቦታ ቦታ ይዛሉ ወደ ጀሃነም ሊታዘዙ ጀነት የሚሄዱም ካለ ወደ ጀነት ሊታዘዝ ማለት ነው። وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها ይሄ ኡማ ግን ከሙናፊቆቹ ጋር ለብቻው ተነጥሎ ይቀራል። ከዛ رب العالمين قالوا انقديه صراطنا لفوبلو سياز لهلهم مبرات لكسال مبراتو تشاتشون يابرو يتقوازو يالا محال صراط لاي يمنافق وش مبرات اللم ملال يمؤمن وش قن ياشاق راتشو الدلديوننا ودى جنة يامرا اللم عرم كذا عبرو سلونا من قد جمروت منافق وش ودو حالا يكرونا مؤمن ويسيال فو ارسي تبقون كأننا تشبون نلقس مبراتا تنتفاب بنلال መብራታችሁ ተፋባችሁ መብራትማ ከፈለጋችሁ እዚያ ቀድም የተለኮሰበት ቦታ ላይ ሂዱና እዚያው ለኩሳችሁ ነው ጥሩ ይላችሁ። ግን ለማለት ያፈለገው ምንድነው ከቻላችሁ ዱንያ ሂዱና እንደኛ ትክክለኛ ሙእሚኖች ሆናችሁ ለመምጣት ሞክሩ እዛ ነው እኛ መብራት የለኮስም ያሁን መስላችሁ ነው ይሏቸዋል። አላህ እዚህ ቦታ ላይ ምን አደረገ ማለት ነው ተሳለቀባቸው ማለት ነው። እንደማንኛውም ሰው መብራት ሰጥቷቸዋል መጀመሪያ ላይ شغودو يالفو يمسلاچون كناتو مزام يمالو يتجزتو نو يحلفون من دنو يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم من دارو بالو استنغدي يبالال كذا ورا جهنم زكزك نو مالتو وطاچو ميونه والعياذ بالله. فهذا وما اشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين يهنوا الله سبحانه وتعالى بالنسو استهزاء يا درغو አንድን ተንኮለኛ የሱን ተንኮል የሚያሸንፍ ጥበቡን አላህ ተጠቅሞ ሲያዋርደው استهزاء ተብሎ ይገለጻል። መከር የሚለውም ይሄንኑ ነው ወመከሩ ወመከረ الله والله خير الماكرين እነሱም ተንኮላቸውን አቀዱ ተንከሳቀሱ አላህም ደግሞ የነሱን ተንኮል ድምጥማጩን የሚያጠፋ መረቡን ዘርግቶ ወደ جہነም አምዘገዘጋቸው ማለት ነው والعياذ بالله من ذلك. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم بزياو بأمزعاتشو وست جزياتشون يارازم الله توال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين ولو عندما يقول صوبة للا أنكس يامشاتش الله توال جزيساتش توال
ያ መሆኑ ለነሱ የተዋለላቸው ውለታ ይመስላቸዋል ግን አይደለም أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات ለነሱ የምንለግሰው ገንዘብና ልጆችን መስጠታችን በጎን ነገር እያፋጠንላቸው ይመስላቸዋልን ይሄን ነው የሚገምቱት አለና አይደለም بل لا يشعرون አያውቁም እና ነው እንጂ خير ያጣደፈላቸው ሳይሆን استدراج ያደረጋቸው ነው الله سبحانه وتعالى ያለው ማለት ነው الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم በዚያው በድንበር ማለፋቸውና በአመጻቸው ውስጥ ማለት ነው አቋማቸውን ሳይስተካክሉ መንገዳቸውን ሳይስተካክሉ እንደደረቁ ይሄዳሉ طغيان ማለት ምንድነው مجاوزة الحد وسنن ما لف ما لنا عند نجر كجدبو كلفنا مرنون كلكك طغيان تبلو يتكسح نزي منافق وجم دمبرات جون الفو حقوق الألوهية علي يا الله سبحانه وتعالى مبتلينه أدبيات يا لط ما لنا كزام الزوج وسط تواجه الزوج وسط ما تقول الناس عذاب نويه مهانا وردتنا يعمهون مالت سوى للو سدنا برو ينورانو كتل ما تشو شاي وطو مالن في ضلالهم وكفرهم الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه وشاشاو يوات اتشو انا يكبب اتشو بهنا ونقرست يترددون حيارا تنكركر بلو اتشو سيامن التناس واللو ينورانو ضلالا لا يجدون الى المخرج منه سبيلا كذاك ازقدوست لموطات منغدو يت اندهونم اياوقتم لان الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها واعمى ابصارهم لباتون زقتو اشغو عيناتون عورو باتوالنا بغزا طفاتاتو يتنسى انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور لذي هنا يتنورالو مالنا نعم تمر كاللبن يا مقرات تشلاله مايك فري أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير مايك فري طيب أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى إن الجامعة لت أمام عنة بتككلن يا ونقر يشم متوناچو فما ربحت تجارتهم نقداچو ترفاما አልሆነችም وما كانوا مهتدين كنا منقد ميكتلو مالهونو مثلهم مثالياچو وين باهرياچو
كمثل الذي استوقد نارا لك اندزيا اساتن اندان الددسو مسالينو فلما اضاءت ما حوله اساتتو بزوريا يعلون بوتا يا برات جبتنا يا سايتشو جزي ذهب الله بنورهم الله برهانات شون اندات افابات شوننا وتركهم في ظلمات بدربربج اللما وسط اندتوات شو ناتشو لا يبصرون آيالهم صم دنقوروش ناتشو بكم دوداوش ويم اندبت زيغوش ناتشو عمي اوغروش ناتشو فهم لا يرجعون ان الصم فالصمو ايما لسم كتمتاتشو الى او كصيب من السماء ويم السالي اتشو كسماي اند ورد زنابنا فيه ظلمات دربرب جلماوت يالوبت يهونه ورعد نقود قادم وبرقم نصبراق ويم بلجتام يالبت يجعلون اصابعهم في اذانهم قاطوچاچون بجوروچاچو يادرغالو من الصواعق كنقود قادو چوهت يتنسى حذر الموت موت لمتنكك والله محيط بالكافرين الله كاديانا كبابينو يكاد البرق يخطف ابصارهم بلجتاو ايناچو لنطقي قربال كلما أضاء لهم مشوا فيه بابر الله تشو قطر يقوازوا بتال وإذا أظلم عليهم يتألم بات تشو كزي دقمو قام كتبلو يقوم عنه ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم الله بشا نورو مسمي تشوننا أينو تشاتشونم باس وقدي نبر قهداويون مالنو إن الله على كل شيء قدير الله بهل نقر لاي شاي نويلة انقريها وهي منافق وچن باهري نوانم يتنتني اللو أولئك على النزيه تلالا منافقا الذين اشتروا الضلالة بالهدى تماما نتن وسدو هدايان يتو سلزي هداية تسطواتشو السن شطاو طمتن اند شمتو ناتشوال اندي هاي نتو ترف دمو ترف نقد دمو اطرافي نقد اي بال تاك امين نقر ستو قجي نقر مكبر مال ولذلك من اله فما ربحت تجارتهم نقد اتشو ترف ما الهون اتشل اتشو قال ابن عباس أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي الكفر بالإيمان وقال مجاهد آمنوا ثم كفروا مجمري على أي شهادتين بمن ناقرات شو آمنوا نبرا كذابوا هانا قن نفكنان بمن تباركات شو قالوا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون إلى بل إلى منكس يهم يهونوا ካመኑ በኋላ ስለካዱ ከዛ በኋላ ልቦናቸው ስለታሸገ ነው ይላል ወይም ደግሞ ለወጡ ማለት ሂዳያ ወጃቸው ገብቶ አምነው እንደገና ከፈሩ ማለት ላይሆን ይችላል ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሂዳያውን በጃቸው አድርጎታል መንገዱን አሳይቷል ወሃደይናሁ ነጅደይን እንደሚለው ልክ የሰሙድ ህዝቦችንም ወአማ ሰሙድ فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ይላል እኛ መርተናቸው ነበር መንገዱ ይሄ ነው ብለን ነብይ ልከን kitab አውርደን ተአምራ ሳይተን ለማመን የሚያስችላቸው ነገር አመቻችተንላቸው ነበር ግን እነሱ ይሄ ኢማን አያስፈልገንም ከኛ ፍላጎትና ስሜት ጋር ስላልሄደ ብለው እውርነትን ወደዱ فاستحبوا العمى الى እንግዲህ ሙናፊቆች እንደዚሁ ትክክለኛው መንገድ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አማካኝነት ተነግሯቸው በሰሃቦች አማካኝነት እየተተገበረም አይተውት በብላሳቸውም አምነናል ብለው ከገቡ በኋላ ውስጣቸው ግን የኩፍሩ ፍቅር ከውስጣቸው አልወጣምና ልባቸው እዛው ቀረ በዛ የተነሳ ጥመትን ገዙና ሂዳያን ሸጡ ይላቸው ነው
يكسر جبيه فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال قتاده: قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. هاي تاتو هاتو على الجرين نزي منافق وجن كتكل يوم قال وده تنبت كأند النت وده مبتاتن كسلام وده شبر كسنة وده بدعة يهدو ناتشو إلى هذا النزي من يترفع التوال من أين الترفع ما بهون يشلالو. لهذا قال تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم صفتهم مع النو ويدمو نظيرهم ينسون السالي مالت لهون يشلال كمثل الذي استوقد نارا عند سو ጉዞ እየተጓዘ ያለ ለሊት ሆኖ ቀኑ ጠፍቶ ለሊቱ መጥቶ መሽቶበት ድንግዝግዝ ያለ ጨለማ ውስጥ አቅጣጫው ጠፋ። ወደ ግራ ይሂድ ወደ ቀኝ ወደ ኋላ ወይስ ወደ ፊት ወዴት ነው እየሄደ ያለው? እፊቱ ያለው እሾህ ነው ጉድጓድ ነው ገደል ነው ሜዳ ነው አላወቀም። ድንግርግር ብሎ ያለ እዚህ መሐከል እሳት አገኘና እንጨትን አቀጣጥሎ ማንደድ ጀመረ። ወዳው እሳቱ ሲነድ ጊዜ ዙሪያውን ያለው ጨለማ ተወግዶ ትናንሽ ነገሮች ሳይቀሩ ታዩት። በቃ በዚህ ነው መሄድ ያለብኝ ብሎ ሲያስብ እዙ መሐከል እሳቱ ጠፋ። ካለበት ቦታ ሳይንቀሳቀስ የሙናፊቆችን ባህሪ ያ ሆነ። መጀመሪያ ጀህል ውስጥ ነበሩ፣ ኩፍር ውስጥ ነበሩ፣ ሽርክ ውስጥ ነበሩ። ያ እንግዲህ ድርብርብ ጨለማ ነው። እዚሁ መሐከል አላህ ነብይ ላከና ኪታብ አወረደና የኩፍሩ ጨለማ ተወገደ። ጭላንጭሉ ታየ። መጓዝ አለብን ብለው ሲያስቡ እዚያው መመሪያው መሐከል ግን ከነሱ ፍላጎት ጋር ማይሄድ አለ። ዚናን ይከለክላል፣ ኸምርን ይከለክላል፣ ውሸት ይከለክላል፣ ማታለል ይከለክላል። ኦ ይሄ ሁሉ አለበት እንዴ? እኛ ብርሃኑ ጥሩ ነው ብለን ነበር የሁሉ ትዛዝ ካለበትማ አይሆነንም አሉ። ድጋሜ ጨለመባቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ መውጫ ታያገኙ ጨለማ ውስጥ እንደወደቁ ቀሩ ማለት ነው። فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم يا እሳቱን ያበራ ሰው ዙሪያውን ያለው ነገር ሁሉ ታይቶት ካበራ በኋላ እንደገና እንደጨለመበት እነዚህ ሙናፊቆችም እንደዚያ ሆኑ ማለት ነው። ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا بلوم يقلصوا يهننوا. قال بعض أهل العلم: هذا في وصف حال طائفة من المنافقين. يا منافق وش بدن هزونه كان زي ما هكل ياندونه وزي وطالة يتناقر ويلال. ابن جرير عندما يلوت رغمه أنني سوى جراش على أمنهم አበራላቸው የሚለው ያው የዱንያውን አብሮ መኖር መቻላቸውን ካልሆነ በስተቀር። ምክንያቱም ከላይ ቁርአኑ ሲናገር ወብነ الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين እያለ ነው። አምነው ነው እንደገና የከፈሩት የሚለው ሌላው አያ ከዚህ ጋር መምጣት አይገባውም ነው የሚሉት እሳቸው። المهم ይሄ አንዱ ሲፈታቸው ነው። ሌላው ደግሞ ቀጥሎ የመጣው ምንድነው? የኛው ሳይልቅ ምን አላቸው? ወተረከሁም ፊ ዙሉማት አለ። ድሮም ጨለማ ውስጥ ነበሩ፣ አሁን ደግሞ የሸክ የኩፍር የኒፋቅ የተለያየ ጨለማ ተደራረባቸው ባቸውና ጨለማ ውስጥ ተዋቸው መብራቱ ጠፍቶ። ላዩ ቡሲሩ አያውም። ደግሞ ከብርሃን በኋላ የሚመጣ ጨለማ ከብርሃኑ በፊት ካለው የባሰ ነው። ለምሳሌ ጨለማ ውስጥ እያለህ አንድ ሰው መብራት ሲያበራልህ ሁሉ ነገር ይታያል። ከዛ በኋላ ድንገት ልም ካለ ፊት ታየው የነበረው ራሱ ይጠፋል። ስለዚህ ተደራረበ ጨለማው ማለት ነው። لا يبصرون لا يهتدون الى سبيل خير ولا يعرفونها ደግሞ በተጨማሪ ሌላ መብራት እንኳን ቢጠፋ እንዳያዩ አይኑ ጠፋ። ጆሮ ደነቆረ እንዳይሰሙ አንደበትም ታሰረ። ሱሙን አለ ደንቆሮዎች ናቸው። لا يسمعون خيرا ምን ጊዜም خيرን አይሰሙም። አሁን ይሄ
ጀዛ ወፋቅን ነው ከስራቸው ጋራ ተመጣጣኝ የሆነ ምንዳ አላህ እየሰጣቸው ነው ያሉት። ቡክሙን አንደበታቸውም የተዘጋ ነው ላ የተከለሙ ነቢማ ينفعهم የሚጠቅም ነገር ምን ጊዜ የማይናገሩም ከዛ በኋላ። ዑምዩን እውሮች ናቸው فهم في ضلالة وعماية بتمتنا በእውርነት ውስጥ ናቸው ማለት ነው። ታዲያ እንግዲህ ወደ ነበሩበት ቦታ እንዳይሄዱ መንገዱ ጠፍቷቸዋል፣ እንዳያዩ አይናቸው ታውሯል፣ እንዳይጠይቁ ምላሳቸው ታስሯል፣ እንዳይነገራቸው ጆሮአቸው ደንቁሯል። ሱብሃንአላህ የሚገርም ምሳሌ ነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እዚህ ቦታ ላይ ያደረገው። ሱሙን ቡክሙን ዑምዩን ከዛ በኋላ ወደ ነበሩበት ቦታ እንኳን ለመመለስ በጭራሽ አይችሉም። فهم لا يرجعون በጭራሽ አይመለሱም ማለት ነው። ድንቁርናውም ሆነ እውርነቱ ገሃዳዊ አይናቸው ጠፍቷል ማለት እንዳልሆነ መቼም ግልጽ ነው። እናቱም ቀጥሮ ምን ይላል? ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم الى الله بيፈልግ ኖሮ የገሃዱን አይናቸውንም ያጠፋ ነበር። እሾሁን ድንጋዩን የሚያዩበት መኪና ጋር እንዳይጋጩ የሚያደርጋቸው አይን አለ፣ ድምፅ የሚሰሙበት ጆሮ አለ። ግን ድምፅን ሰምተው ሲያበቁ ሕክማን ማወቅና ተውሒድን ማወቅ የሚያስችል አይደለም ማለት ነው። ከዚያ ቀጥሎ ምን አለ? አው ከሰይብን እዚህ ላይ ራሱ ብዙ ምሳሌዎችን መጥቀስ ይቻላል። ያው ግን ለማሳጠር ያክል ነው የማልፈው። عن قتادة في هذه الآية قال إن المعنى أن المنافق تكلم بلا إله إلا الله فأضاءت له في الدنيا. منافق لا إله إلا الله سيناجر دنيا لا برهان هنجو كمؤمن وجهار لمنور تعالى فناكح بها المسلمين كمسلم وجهار تقابا وغازاهم بها أبراتهم زمة ووارثهم بها كالنسجام توارسة وحقن بها دمه وماله دم النجزبم تتبكه فلما كان عند الموت سلبها موت سكارب جن ياتين لا إله إلا الله تنتك لأنه لم يكن لها أصل في قلبه كالبوست مسرت على نبرات منا ولا حقيقة في عمله تكبار مستونتا على نبرات منا نو وتركهم في ظلمات ملو كذاب على اللونو بلون رموساتو يفسرون ምን ብዙ ተፍሲሮች ተፈስረዋል እዚህ ቦታ ላይ። ወደ ቀጣዩ አያ ደግሞ እንሂድ። አው ከሰይብ ሚነ ሰማ ወይንም ከሰማይ እንደወረደ ዶፍ ዝናብ ነው። ፊህ ظلمات ጨለማዎች አሉት። ወራዕድ ንጉድጓድ አለ። ወበርቅ በለጭት አለ። ምንድን ነው ይሄ? ደግሞ ሙናፊቆች ዋህዩን ሲቀበሉ የሚታየውባቸውን ባህሪ ነው። ዋህዩ ልክ እንደ ዝናብ ነው። ዝናብ ከሰማይ ሲወርድ መሬት ላይ ተክሎችን ለማብቀል፣ ቅጠሎችን ለማለምለም፣ ህይወትን ለማደስ ነው። ዩሕይ አልአርድ በዕደ መውቲሃ ነው የሚለው። ዋህዩም ሲወርድ ደግሞ እንደዚሁ በሰዎች ቀልብ ውስጥ ኢማንን ለማብቀልና ለማሳደግ ነው። ያ ሁኖ እያለ ዝናብ ሲዘንብ ውስጡ ያው ይጨልማል፣ ዳመናው ድግዝግዝ ይላል፣ በተለይ ሌሊት ከሆነ እዛ ላይ ደግሞ ያሸብራል፣ ያስጨንቃል። ዝናብ ጉጉጉጉ ሲል በለጭ ሲል ጓጓጉ ሲል ትረበሻለህ። እነዚህ ሙናፊቆችም አዲስ ዋህይ በመጣ ቁጥር እንደዚህ ጭንቅ ጥብብ ይላሉ። የእኛን ገበና ሊያወጣ ይሆን? ጉዳችን ሊነገር ይሆን? ይላሉ። ለው የጅዱነ መልጃአን አው መጋራትን አው ሙደኸለን ለወለው ኢለይህ ወሁም የጅመሑን ይላል። መጠጊያ ቢያገኙ ዋሻ ቢያገኙ መግቢያ ቢያገኙ ወደዛ እየፈረጠጡ ይሄዱ ነበራል። የሚመጣውንና የነሱን ተንኮል የሚናገረውን ቁርአን ላለመስማት። ቁርአን ለነሱ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ظلمات ያለው ምንድነው? ሽኩክ ወኩፍር ወኒፋቅ ጥርጣሬ አለ፣ ክህደት አለ፣ ንፍቅና አለ። ራዕድ ያለው እሳ እንደ ንጉድጓድ ያደረገው ማኑን ነው? ما يزعج القلوب من الخوف قلبن يمياشبر يمياسفرا
نجرنا في هذا القرآن أن رسول الله لم يقال يحسبون كل صيحة عليهم له يتن يوم شهات بالنس لا يتمثل التوالج الذين هم هلا من يابزوا النس ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون سلم يفرون سلم يشبروا لو يجدون ملجأ أو مغارة أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون برق السامن دنو بل كان قدي برهان نار الزاج الله ما وسط ميتاي برهان نو لما كتبت يبرر برهان بيون يا ده ما من دنو عند عند جزء هنا كرونة يهون عنده يميل لبعض ولا يقول لنا جنا يكو يجين وداوي تفا لكن ده بلجتا اللي تقوله تنتج قوله اللي ميلا ما يلمع في قلوب المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان بلجت أو برهان ما سايت أتى سايبك أيت أفعل نا نقول قاد وكن سلمي كوي بتعامل رب شارلو تأتى تون جورا تجوز تدنا كرال سمت ولا على موت نبر موت قل ما عملت عيل لهم منجي يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت موت اللي ما تنكتمه نزام يا رجوت قل والله محيط بالكافرين الله كهاديان يكببنا يتم فنافنيانا ما عملت عيل لهم فهم وإن كفروا تحت مشيئته وإرادته بكدوم كسوف اللابوتنا كسو الساني كسو مشيئة سرنا يالوت كما قال تعالى في قوم في ثمود وقوم فرعون قال تعالى هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط أي بهم الله كبوا التوال معنا يكاد البرق يخطف أبصارهم بل لجتاو دمو لبات شولا إبراهام بمفتر فانتا أين أتشون نتقو لياتفاي كاربات تجد اللي تبلو اللي مسلم بيل يعني أتشو إبراهام من دزجو اللي مرتل تكارب على اللي تعالى يقولوا يقرآنو زواجر نواهي أوامر وش قالوا تزازو تشنا من مريوش ما استنك كأوتشن يمك قبلوا بطن هنا يتهانو يمينا قروا ماذن قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يكاد البرق يخطف أبصارهم يقول يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين قرآن محكم هنا سيورد يا منافق وجن عورت لما سايت يتقرب نواله كلما أضاء لهم مشوا فيه السامن دنو قرآن وسط ميمتاو كل ما دل ما يسمع ما تشو عندن دول النسو تقولون أو يملو تعالى فزي ما بلو زارين ميالو منافق وجن عندن نجارو وجن كقرآن وسط يعني هو هم كنيا جاي كم دينو تامر كانوا ينكر الله ليلا سمعت أجن برادو يهون الله من دنهم ميلو كلما أضاء لهم مشوا فيها بلج بالله تقدر يكسر كسره إراسو نجدو بلو تاتو نورو برامن كن نشوف اللقط قارا يمه النجار سمتا إحنا ودين ماله تلال لمن بقافنا يربس تكما تشوم بتشانهم يهود ومن الناس من يعبد الله على حرفنا عنده كسوج مهكل شاف لا يهون الله نمي الجزو فإن أصابه خير اطمأن به يفلقون نجار كاغني يرجعكش هي هاي مانوت كفلي نويرا أما يفلقون نجار كون دمو الزجاو وطاوني هلو أنا هنوم يفلقون نجار كقرآن وسط تنقروا كاغني كم من وقت قال تسلفوا شهدوا تاغني أتقال نحن سوي تملسون دي ما شاء الله أهون دمو من وقت مسرو تني يسرو نوسا بلا يا جنكت دمو كهواء تشوكار ما يهدي مثلا مثلا القرآن يسون في اللاغوت اللي لازال كنا يا لا تشوت نغرو لو تفكر نو ليل عدل يمتاو يهلكنو يهلكنو يهلك عدل بلو ليارم نو سلازي يمخلفو نغر يمتا كزي وإذا أظلم عليهم يتعلم باتشو كزي قامو كتبلو يقوم عدل كذي سوالا مقام أن الرامدم بلو يقوم عدلو مالنا يهنجريه الله سبحانه وتعالى وسط أجل الله النجر يميوك وقيتان وسلم نسو يتناقر يالله ولو شاء الله الله بفلق نورو لذهب بسمعهم وأبصارهم لك يوسط أين أجون أقول أن دادر رقو كأمنة عندك لك لا تقول له
መስሚያ ጆሮአቸውን ይሄን ድምጽ የሚቀበለውንም ይዘጋው ነበር ያሰፋው ነበር አለ። አይናቸውም ያሳውረው ነበር። አላህ የሚፈልገውን ነገር ለመስራት ምንም የሚገድበው የለምና ኢንላላህ አላ ኩል ሸይኢን ቀዲር፣ አላህ በሁሉ ነገር ላይ ቻይ የሆነ ጌታ ነው ይላል። ከሙናፊቆች ጋር የተያያዘ አያ የምንላቸው ወደ 13 አንቀጽ ያልኳቸው እዚህ ላይ ተጠናቀዋል። ከዚህ በኋላ ከመቶ በላይ አናቅጾች በተከታታይ ስለ የሁዶች ነው የሚናገሩት። ሌሎች ነገሮች በመሃል የሚገቡ ቢሆኑም ማለት ነው። የዛሬው ደርስ እዚህ ላይ እናቆመዋለን።